السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أصدقائي؟ ورجعت لكم اليوم بفيديو عن جديد. هو الفيديو يعني تكملة للفيديو الماضي، فيديو مغامرة الكهف كان الجزء الأول، هذا الجزء الثاني. لنكمل في الكهف لأني ما خلصنا وكان الفيديو طويل، فاختصرت أنه أسوي أنه على جزئين، وهذا هو الجزء الثاني أصدقائي. ولا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك، وبشكر كل من عم بشوف الفيديو وكل من راح يشترك واشترك قبل، وشكرا لكم على المشاهدة وخليكم معنا. فعلى السريع لازم نحط الكرافتن كيبل ونساوي وينه. ها شايف فتحنا يوم اول بتاكس دايموند، جيد جدا. نحطه هذا هون، هذا هون، هذا هون، وهذا هون. تماما، راح نجرب البيتاكس دايموند. يلا اول حجرة، هو بيطول شوي فيها حجرة، هذا صعب كتير شيله يعني. ها شايفين اصدقائي بيطول حتى يشيله. احنا بلزمنا تقريبا يمكن 8 حجرات، بس راح اشيل 10، مالي خسران شي يعني. نحن هون عنا اوكي اصدقائي، لازم نفضي شيء عنا هون يعني ما له لزمة. انا وما له لزمة، الله عنا هون ايش في عنا؟ عنا هذا العظمة، والله بتلزمني هي العظمة. لا اذا شفنا لنا شيء كلب ناخده معنا. هاي خلينا نكبهم هدول، جيد جدا. ونجي ناخذ هاد، تماما. الدلو وينه؟ هاي الطريقة هيك بالساوية مشان إذا طلع لك اللافا ما تعيق طريقك أو تحرقك. فورا المي راح تطفي اللافا، شايفين؟ وما راح تحرقك. أوكي أصدقائي، هلا كسرت شي 20 حجرة من هالحجار هدولي اللي راح يلزمونا كتير جدا لبوابة الدايموند. هلا بدي أساوي سيف أنا الدايموند، سيف الدايموند، أول سيف دايموند. قديش نساوي فيه؟ والله يعني كب هذا، جيد جدا. هلا اذا بده يجوا لعند الزومبي راح ياكلوه بدون ما يحسوا، موتة سريعة. جيد جدا. هلا بناخذ المي هون، الجولد، جيد جدا. عندنا جولد، جيد والله جولد، تمام. جولد شي روعة. لا هون بلكي طلع لنا هذا المخيف. ايوه انا عرفته من ايش خفت اصدقائي، من لافا. خفت انه تطلع لي شي لافا قدامي، تماما اصدقائي. هلا بنقوم نبحث كمان على العمق، كل ما ذكرنا العمق كل ما اجانا الدايموند. هون ادويه، حط الشمع. انه اهم شغله اليوم لقينا دايموند، وهي اول دايموند بنلاقيه يعني، وانا يعني كتير سعيد فيه انه قدرت الاقي دايموند باول نزله للكهف معكم اصدقائي. هون ايش في عنا؟ رح هون جينا نفس المكان، عم نلف وندور على نفس المكان، كان ما عم نشوف شيء جديد. خليني اصدقائي خلينا نطلع، لكن لقينا شي مكان تاني.
شايفين أصدقائي الفحم؟ يعني الفحم حتى أنت عم تاخده يعني بيعطيك نقاط الخبرة، شايفين عم بتزداد الخبرة. هلا خبرتي صار 26، بس صارت خبرتي 30 رح نبني مكتبة. أول واحد رح نقتله بسيف الدايمون. الله عليك، تعال. جيد جدا. الزومبي يا عم، الزومبي، الزومبي الخطير. والله اجا واحد كمان. اوه لا، هيك انتزعت. انتزعت يا شباب. اوه كتروا علينا. هلا نلاقي طريقة نقتلهم، لازم ناكل، لازم ناكل، لازم ناكل قبل ما يجوا يقتلونا. حاولوا يجوا، بدي احاول ابني سد عليهم عشان لبين ما اكل انا، لاني الاكل هو منقذي. ساعتها خليني اكل، ايوه استعيد قوتي وصحتي. رح نحاول بالاسهم انه نجيب اجلون. يلا خلينا نواجههم بالاسهم، هنشوف وصل السهم لعندهم. تعال يا حبيبي تعال. بس نخلص على واحد، وهذا التاني عجب ضل عنا اسهم بده يهرب. شايفين اصدقائي؟ حسب الموت، حسب العطب. المسكين حسب الموت. اصدقائي كشفنا مكان جديد، وهلا نروح نستكشفه نحن سوية. عظيم. هون ايش في عنا؟ مي بس. وهون ايه؟ الجولد. الله حي الجولد. واللابس، لابس. يا سلام على اللابس. بس المي شو بدنا نسكرها؟ يعني المشكلة بعيدة كتير. تماما، راح اسكر المي وارجع لكم لاني عم بتعيق الشغل كلياته. شايفين اصدقائي؟ اوكي اصدقائي، بعد ما وصلنا لنبع المي راح نسده هيك وننظر ماذا سوف يحدث. بقى لازم اسوي لي شغل وانزل فيه بسرعه، بس كسل تماما. هلا هيك بنقدر نقول ناخذ راحتنا. هاي اللبس لازم تمام. يا دايموند لا، لازم السيف او الشمع. الشمع، هاي الشمع تماما. هيك بنقدر نقول نقدر ناخده. ما في عنا غير تنتين. انا صورت الاقي لي شي كومي. يعني هات الذهب، الجولد. الله، نسبة جولد لا بأس فيها هون موجودة. جيد جدا. وهون عنا اللافا. اللافا هي المي اللي عنا، رح نفضيها هون تماما، منشيله. والله في مكان لسه لتحت جوا، والله في مكان روعة. جيد جدا. هون ايش في عنا كمان؟ كمان نحط، يعني ما لنا خسرانين شيء. خلينا نطلع نروح على الطرف الثاني. هون عم نشوف شيء جديد. اوه على المي، المي يعني عم تشرك علينا الشغل كله. خليني هون بس ما يطلع لنا زومبي. الله في هالوضع هذا. جيد جدا. حط ضو. إنارة. والله مكان جديد. واو، ريد ستون أصدقائي، يوجد ريد ستون. خلينا نضوي المنطقة مشان
ما يفاجئنا الزومبي. عندنا هون عفوا، ليش بدلنا الايد؟ هلا هون نحط، انا برأيي هيك سكرة تماما، اغلقنا المكان وما بتروح. تماما جيد جدا. هون ايش في عندنا؟ لسه في عنا لافا هون تحت. والله يا شباب اللافا هي كبيرة، اللافا كبيرة. شرب مي. هون بنحط مي كمان. والله في، هلا بنحكي انه في هون عنا شو اسمه، والله نسيت هذا شو اسمه، الريدستون. الريدستون يا اصدقائي، صار عنا ريدستون يعني بشكل رائع. ان شاء الله في عنا ريدستون ستاك، ستاكين والتالت عم يكمل، يعني شيء روعة انه لمينا ريدستون بشكل كثير. هلا بنحط المي هون. جيد جدا. ضوي تماما. خلينا نشيل الريدستون اصدقائي. انه منين عم تطلع انت المي؟ بدها اللافا، اللافا بدها مي، بدها مي، بدها مي. هذا هو المي اصدقائي. تمام. هلا بنشيل الريدستون. بدنا اناره يا شباب. تماما. قلت الله ايش لعب الفحم، الفحم يعني هون ايش في عنا اصدقائي؟ في شيء يعني، انا ليش حفرت هيك؟ يعني هي نفس المنطقة اللي عندي يعني قبل شوي كنت هون. ايه نفسه نفس اصدقائي. هاد ليش ما لي اخده؟ يبدو انه رجعت سكرت معنا الحكي. لازم نختار ايش نرمي، ايش بدنا نرمي. عنا هون هذا الحجر، خلينا نشيله. ايش لف يا حبيبي، ايش لف. خلينا الريدستون اهم. جيد جدا. والله هذا مو مهم. لا نحفر هون. شوف اللافا، اللافا، لان اللافا هي اللي بتعطيك الامل للدايموند. بتفائل فيه كتير. اوه زومبي، تعال تعال يا صديقي، وينك؟ ليش اختفيت؟ تعال تعال. ما يبدو انه وصلي هنيك. انا بجي لعندك. مات تماما. خلينا نطلع لفوق. قدرنا نطلع عن طريق المي. خلينا نسده عشان ما تسبب لنا عائق دائم. جيد جدا. ليش عم نحط هذا؟ ما بعرف. خلينا نستعمل السيف مشان الوحوش، لان يلا طلع لي وحش هون انا يعني. اوه كليفر، كليفر اصدقائي. ايوه خلصني منك. خلينا نحط شمع، شمع شمع. موطن الكليفر. ايش كان عم بسوي هون لوحده كليفر هون في المنطقة؟ ما في غير الايرون. خلينا ناخذ الايرون. اصدقائي بينما انا عم بحفر، شوفوا ايش لقينا. عم بحفر عن ال عن الريدستون، واذ بالدايموند موجود هنا. شايفين اصدقائي؟ خلينا ننور. رائع. ان شاء الله يكون العدد كبير من الدايموند. شايفين الريدستون؟ شيء خيالي.
الدايموند الدايموند الدايموند، لازم نحتفل اليوم. اليوم لقينا دايموند بشكل خيالي أصدقائي. أوه أربعة، تمام أصدقائي، إن شاء الله ثمانية تانيات. اليوم عيد الدايموند. تماما، خلينا نحفر حواليه ونشوف شد العدد، نستمتع معا أصدقائي. يبدو انه كمان مثلهم، ثمانية دايموند. تمام اصدقائي، شايفينهم؟ لح ما بقى يسع عندي، شايفين اصدقائي؟ يا سلام الدايموند، ثمانية دايموند. خلينا نبدأ نشيل، يلا هاي واحدة، هاي تنتين، ثلاثة، أربعة، هاي خمسة، وهي ستة، وهي سبعة، وهي ثمانية، والحمد لله. بقول لي صار عندك ستاك دايموند، مو ستاك عفوا، يعني بلوك، بسوي لك بلوك دايموند، 11 دايموند. معنا سيف ومعنا بيتاكس، يا سلام، هذه الرحلة سمينة، رحلة سمينة أصدقائي. تمام، هلا ببحث كمان اذا لقيت شيء راح نصوره ونسجله تماما معكم سوية لنشوفه. انا بحاول بختصر بالفيديو عشان ما يكون معكم طويل، ويلا اوكي اصدقائي. بعد ما خلصنا من الكهف وطلعت لبرا، وراح نشوف شو قد جمعنا من الموارد من هذا الكهف، وتفرجوا اصدقائي هي هي الموارد، شايفين اصدقائي؟ عنا هون صف من الفحم، وعنا هون الريدستون، وعنا هون الايرون، 3 سكات ايرون، و 23 من الذهب، وعنا 11 دايموند. الدايموند هي 11 وحدة بس، سوينا منهم سيف والبيتاكس، يعني كانوا 8 ب 8 16. وعنا شو اسمه هذا الازورد، لبس تمام، هذا لشان التطوير. وعنا هون هذا الحجر مشان نسوي بوابة النزر. تماما، يعني لمينا موارد لا بأس فيها وجيدة جدا في هذه الرحلة. أأمل أنه كنتوا استمتعتوا معي، ولا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك في القناة أصدقائي لنستمر معكم. إن شاء الله يكون استمتعتوا معنا بهالفيديو، وانتظرونا بفيديوهات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.